وش هيدي شوف ديفيد برك راح يكون في هذا البث المباشر الليلي مع برنامج يكون اليومي مع أرعى التحية طيبة. نتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. إذا خوتي خواتاتي كما عودناكم دائما كنحاولوا نختاروا شي برنامج اللي نهضروا عليه بهذا المعنى هذا واللي نقدروا كما كنقولوا حنايا نعالجوا مجموعة ديال المشاكل. عنوان حلقة اليوم هو شنو رأيكم في الجرائم اللي كثرت أخرها مدينة بركان يعني البارح اللي توفى واحد الشاب في مقتبل العمر عنده 18 سنة. غادي نرجعوا للسبب ديال الجريمة يعني احنا درنا تحقيق مفصل تما في عين المكان وكذلك نهضروا على الجريمة تاع سالة اللي راحوا الضحية ديالها ستان تاع الناس مع عائلة واحدة. اذا خوتي خواتاتي اول حاجة كنطلب منكم انكم تبارطاجيو معنا هذا المباشر باش يكون نقاش موسع بطبيعة الحال كما عودتونا دائما بالوفاء ديالكم بارطاج ديالكم مشاركة ديالكم اللايفات ديال شوف تي في وخصوصا هذا اللايف المباشر برنامجكم الليلي مع الرعد. اذا خوتي خواتاتي البارح اهتزت مدينة بركان الى جريمة قتل شنيعة راحة إثراء هاد الجريمة. الضحية ديالها واحد الشاب ماشي ولد بركان ابن مدينة فاس عنده 18 سنة وضيجته هو خوه هادي شي 3 سنين ولا تقتل بنفس الطريقة حتى هو يعني مات. كيقولوا هاد الدري هذا سميتو الشاكيري مصطفى. الوالدة ديالو عايشة في فرنسا كذلك هو ولد واحد الحي سميتو 45 مدينة فاس. هذاك الحي معروف مدينة فاس لأنه حي شوية فيه يعني فيه مجموعة ديال يعني أخطر حي في مدينة فاس بهذا المعنى هذا. إذا الواقعة اللي وقعت البارح اللي هزت مدينة بركان واللي الناس تخلعوا فيها يعني ما فيها متلعبة جوج ديال أصدقاء سمعوا يعني قصة كي داير. جوج ديال الأصدقاء هما ديجا مني من الناس اللي مبليين كما كنعرفوا مجموعة ديال الشباب اللي كيتعطاو المخدرات خصوصا المخدر الشيرة وما كيأذيوش يعني مبليين وصافي بهذا المعنى هذا. هاد جوج ديال الأصدقاء جا هذاك اللي مفاس واحد من بركان كريم ومصطفى. كريم هو القاتل مصطفى هو الضحية. إذا اللي وقع هو أنه مصطفى جاء عند كريم باش يبيع له واحد التليفون. كريم عطى له واحد الثمن غي مثلا قال له 500 درهم والآخر قال له نعطيك غير 300 درهم. وقعت مشاحنات سابوا بيناتهم. هذاك الفاسي ما عرفناش السبب علاش بغى يبيع التليفون لأنه ساكن تما زوفري وكيتحرك غير هاك وهاك. الآخر كيقولوا عليه بأنه كيحترف المهنه ديال يعني الجزار كيخدم في الباطوار وداك الشيء. اذا تناقشوا بيناتهم سبني سبك. الفاسي ضرب هذاك الدري كريم اللي كيخدم في الجزاره. هنا بدا الخلاف. اذا دافع الانتقام واحد السيد قالك هنايا عزيز حموتي خويا تبارك الله عليك قالك انا عندي واحد الموضوع سمحوا لي خوتي نقرا الكومونتير اخر بغيت نسول فيه الا كان ممكن عافاك قرا باش نقول لك عندي هذا السؤال وباغي غير نفهم باش نقدر نعاون في هذا الموضوع. مرحبا خويا كتب لنا السؤال ديالك شنو الموضوع. اذا نكملوا. اذا هنايا بدا الحقد ديال القاتل يعني حس بالحقره بهذا المعنى لان الاخر ضربو تعدى عليه بهذا المعنى. الغدا ليه رجع بجنويه يعني ما كيقولوا شهود عيان يعني نفس البلاصه رجع بجنويه. اذا تناقشوا عاوتاني تما في الشارع بين واحد المقهى وواحد الريستورون في شارع البكاي بالهبيل بالضبط في مدينه بركان. نتمنى كما قلت لكم تبارطاجيو معنا مباشر. وقع نزاع فكوهم هادي يومين ولا ثلاثة ايام. من بعد ارجع يعني السيد ما بردش يعني بدافع انه جاي باش
يعني نقدروا نقولوا حنا غير يخسروا بهذا المعنى ولا غير نغزو ولا شي حاجه ولا غير يخلعوا. طوني هذاك الشيء اللي قلنا حنا خليها في على التليفون يعني بسبب التليفون شنو شوفوا شنو غادي يوقع. اذا جا شادوا ضربوا العنق تحت الودن ديالو وضربوا اليد ديالو. الدري بهذيك الحراره ديال الضربه مشى للقهوه. الدراري جلسوهم فكوهم. هو السيد هرب حيت الساعه يمكن باقي هرب انا ما كنظن. جات لومبيلونس خداوه للمستعجلات ديال مستشفى الدراق بمدينه بركان. تما غادي بالامانه ياخذ امانته وغادي يتوفى. اذا هذه المعطيات اللي عندي انايا. كذلك بالنسبه للشهادات ديال الشهود كل واحد شنو كيقول. الناس اللي كانوا حاضرين كيقول لك اودي انهم الفاسي هو اللي تعدى على 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 على, على كريم. كاين اللي كيقول لك كريم هو اللي تعدى على الفاسي. بهذا المعنى هذا مشينا للحومه ديال القاتل كيشكروه الناس كيقول لك رشيد هاني اخويا واش والله انا الشيطان اخويا رشيد هادي شي كومونتيرات والله لا كيضحكوا قسما بالله. قلنا على وجداش واش تا واقع فيها اخويا ما وقع والو هاد الساعه صادق خويا هشام يعني عطاه الثمن ما عجبوش هذاك الشيء اللي كان خويا محمد. اذا كما قلت لكم كيقولوا بلي انه كريم كان انسان طيب وكيقولوا بلي انه مصطفى كان انسان طيب ولكن غريب في الامر انه يعني وقعت هذه الجريمه. اذا بعض المرات الانسان كيكون في شي خلاف مع شي واحد خويا نتنازل كاع نتنازل على حقي وما نوصلش هذيك الدرجه تاع انه نقتل. السيد مات تغصب في حياته والدري شوف شحال غادي يعطيه لانه القتل العمد مادام انه جاء السلام ناس امستردام تبارك الله عليكم. مادام انه جاء وجاي مع سكين يعني هذا راه كما كنقولوا حنايا كما كنقولوا حنايا بالنسبه ل يعني جا باش يقتل قتل العمد. نشوف الكومونتير تاع عزيز حموتي قال لك هذاك الشاب الجزائري اللي مات مقتول على ما يقولوا كان هنا فارابي علاش مازال ما مشاش لبلادو باش اشنو السبب اللي ما تعقلو واش داخل بلا قانون ولا مازال ما فهمت. خويا انا ما عنديش الخبر كاع على هذه القضيه هذه نتاع اللي راك تقول عليها. سي هشام الدرفوفي تبارك الله عليك تحياتي اخي العزيز تحيه طيبه خويا هشام. اذا كما قلت لكم انايا الانسان كاع كان تخاصمو كاع كان شادو كاع كان دابزو مجموعة ديال الأمور ولكن كيما نقولو حنايا الإنسان يضبط النفس ديالو. شوفو يعني بسبب هاتف مات السيد والآخر غادي يمشي بثلاثين عام تاع الحبس ولا حتى المؤبد ولا إعدام الله يستر. هو قال لك هو يلا ديجا مسكينه الاخت ديالو يلا كي تزوجات هذه واحد 20 يوم ولا عاد فرحانين بها. هو مشكل العائله ديالو لدرجه انه العائله ديالو كيمشينا باش نشوفوا الدري كي داير وهذه وهذه عطونا الراي ديالهم وشنو كاين ما لقيناهمش في الدار يعني نقلبوا عليهم ما كاينينش بهذا المعنى هذا. اذا هذه جريمه بركان كمثال يعني في الراي ديالكم شنو هو السبب. كذلك الجريمة الشنعاء التي وقعت بمدينة سلا والتي اهتز لها يعني الرأي الوطني بهذا المعنى. حريق عادي شوف شوفوا شوفوا القصة كي دايره اخوتي يعني الناس ناضت لقات دار كتحرق خارجة منها النار عيطوا عادي للبومبيا وضروري مع لي بومبيا غادي يجيو البوليس باش يعرفوا الحيثيات وشنو كاين الا كانوا الله يستر شي ضحايا ولا عادي. لي بومبي قرا لي كومونتير اخويا شنو كتبت لي اخويا نادي لندن واخا واخا الا كان متواصل معايا في الخاص ونصيفط لك سكرينات نتوما ممكن يكون عندكم حق انكم تقدروا على الاقل تسولوا عليه في فرابي. اخويا انا غادي نسول على هذه القضيه غادي نسول على هذه القضيه وغادي نشوف غادي ندير بحث ديالي.
السلام عليكم. السبب الحقيقي هو الإدمان المخدرات وقلة ما يدار لبطالة الفقر لأن أغلبة المساجين والطبقة الهشة حتى التربية الأسرية والاجتماعية والتعليم منعدمة غياب العصا. اليوم واحد ذبح صاحبه في كازا نيشان كاينة هاد القضية نتاع ماشي غير المخدرات، راه شفنا مجموعة ديال الجرائم راه ماشي غير بسبب المخدرات، بسبب فساد، بسبب بنات، بسبب سرقة، بسبب مجموعة نتاع الأمور. كاين بعض الناس اللي كيتعطاو للإجرام وما كيديروا حتى لعبه، خصكم تعرفوا ما كيكمي ما كيشرب ما كيغمر ما كيدير حتى شي حاجه ومجرم. يعني الاجرام كما كنقولوا حنا ما عندوش علاقه بالخمر او المخدرات او المهلوسات، اللي مجرم راه مجرم بالفطره بهذا المعنى هذا. اذا نكمل لكم، كانت يعني حريق عادي في هذاك الحي اللي كاين في مدينه سلا. الناس عيطوا للبومبي، جاوا البومبيات دخلوا باش يطفيو الحريق. اذا بهم يتفاجؤون بست جوتات. هنا غادي الدعوه غادي يوقع لي ارتباك للامن لمجموعه تاع الامور، يعني جريمه شنعاء بهذا المعنى لام والاب لابن ديالهم والزوجه ديالو وطفل واخ اخر اللي كيشتغل يعني حارس ليلي، حارس عندهم، وحتى الكلاب لقاهم مقتولين في السطح. اذا ما لقاو لا بيبان مكسورين على حساب البيان او البلاغ ديال مدير العمل او الامن الوطني، مدبوحين وهادو الله يستر. واليوم سمعت بلي انه قال لك اربع شباب هما اللي داروا هذه الجريمه النكره، شدوا وما نعرف واش هادشي هذا نيشان ولا غيكدو، ما عرفتش. انا خصني عندي الابحاث ديالي ونعرف واش نيشان باش نقدر نقول لكم انا يا شنو واقع بالضبط. اذا جريمه نكره، هاد الناس هادو قدروا انهم يقتلوا بكل البروده رضيع عنده 40 يوم، قدروا يقتلوا كل بروده عائله كامله. واش تصفيه حسابات؟ واش مجرمين عاديين؟ واش من العائله؟ واش 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 مجموعه تاع الامور. اذا خوتي خواتاتي دائما كنطلب منكم انكم تبارطاجيو معنا المباشر باش يكون التفاعل اكثر. اللي عنده لي جروب بزاف يحاول حميد سوسيولوجي قال لك الحل الوحيد للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والنفسيه والسياسيه هو الدين. طبيعه الحال خويا الهارب عن الدين راه يقدر يدير اي حاجه، ما كيخافش من الله. واحد اللي كيقتل بنادم ما كيخافش من الله. حنا راه كتشوف يمكن غير قط كتدخل فيه بطوموبيل ولا كتكون تمشى كتضرب حجره كتقيس وراه قلبي كيتهزز كتمشي تشوف شنو مالو. هذه الطبيعة الإنسانية والإيمان ديالنا، يعني ما تقدرش تأدي حتى حيوان بهذا المعنى. حرك أنك تذبح واحد الإنسان اللي عنده روح اللي كرمها الله سبحانه وتعالى ومجموعة تاع الأمور، حرك أنك تمشي تذبح رضيع عنده 40 يوم. يعني شنو هذا؟ هذا ما عندهمش قلب، هذا ما عارف حمق ويمكن ما يديرهاش على ما اظن. اذا اخوتي اخواتاتي يعني كاين مجموعه ديال الجرائم نكراء اللي وقعت في المغرب، مجموعه ديال الجرائم، منها جرائم الخطف مثلا الطفله الزهريه التي اختطفت بتيولي بين جراده وتيولي. البنيه كانت تلعب حدا دارهم يا عباد الله، تهزات 20 يوم هما يقلبوا عليها. الناس كانوا ديجا يأمنوا بهذاك الشيء ديال كانت عندهم شي بنتهم مريضه وهذه كانوا يجيبوا الفقهاء، وهذه البنيه زهريه تخطفات تهزات لحد الان ما خصني عاد نسول نعرف شنو داروا في القضيه. هذا المعنى تهزات تخطفات من بعد بقاوها مقتوله في واحد الجبل، مسكينه طايحه على الكرش ديالها هزوها ودفنوها. يعني شوفوا هذه طريقه نتاع الاجرام، كانت طريقه نتاع دافع بشجار، دافع سرقه، بدافع انتقام، هذه بدافع ديال الشعوذه بالكنوز في هذا المعنى. هذا
تشوف انت يا الناس تهم اللي كي امنوا بهالشيء هذا وكي يخطفوا الاطفال، وشفنا مجموعه ديال الاطفال اللي تخطفوا اللي ذبحوا اللي تقتلوا، علاش؟ باش يجبدوا بهم الكنوز. هي هذاك الساحر او الساحره دار العهد مع الشيطان، والشيطان كيفرض عليها باش انها كما نقولوا حنايا دير هذيك المهمه، تجيب واحد الطفل اللي ما يسمى بالزهري. اذا اخوتي خواتاتي، نتمنوا انه الانسان يدي درس من هذا الشيء هذا، خصوصا اذا وقع شي شجار مع صديق ديالك او جار ديالك ولا واحد الزنقه، الانسان يحاول يبرد راسه ويحاول لنفس ساعه الغضب. الله يستر الانسان راه كيقدر يدير شي حوايج اللي من بعد غادي يندم عليهم. سيري تلعب بحال يكون سكران، تقدر تهز جنويه وتخشيها في واحد، وفي هذيك اللقطه تكون غايب مرفوع، من بعد كي كتفيق تبقى تقول شنو درت، ضيعت حياتي، تلقى راسك في الحبس محكوم بالاعدام ولا بالمؤبد. عندك وليدات، عندك عائله، عندك يعني راه اليوم انسان يحاول يسمح بحقه، ولا كاين طرق، شلات طرق، كاين الامن، كاين مجموعه تاع الامور يقدروا تحلوا المشاكل. ماشي ضروري انك تخصم مع شي واحد تهز جنويات باش تضربو، تخسر له وجهه، ولا دير له عاهه مستديمه، ولا تقتله. راه بعض الناس اللي كنعرفهم حنايا راه ماشي قضيه كما نقولوا حنايا، ماشي قضيه انه الانسان كيكون سكران ولا هذا، راك خدم انا صاحي، ما كيتعطى حتى شي مخدر. انا عارف ناس قتلوا، داروا جرائم قتل كما نقولوا حنايا، جرائم قتل، قتلوا ناس ولا غير بسبب شي جار. فبعض المرات كتضرب غير واحد مثلا، غير دابز متخاص مع شدي التوي، كتضربو غير بديريكت فيه قلب ولا تجيه كريز، صافي مات، صافي مشيت. بعض المرات كتلقى راسك في واحد لاسين لي بيزار. غادي نعاود لكم واحد القصه ونتمنى انه تبارطاجيو مع اللايف. سيد كان مصاحب مع وحده كبيره عليه في اللاج، هذه كانت كتبغي الدراري الصغار، تنس معاهم، تمارس معاهم الجنس، تزها معاهم، تشرب معاهم، تكمي معاهم مجموعه تاع الامور. جات عندو القهوه، الصدره جاتو، خرجاتو برا، قالت له وصلني الله يخليك، راه كيتعرضوا لي. وهذه وصلها، قالت له واش كتبغي زعما تبغي تمشي للخارج ولا هذه؟ قال لها واه تصاحب هو وياها، بقاو في علاقه الجنس، الرذيله، الخمر، المخدرات. السيدة جابها حتى دارهم، عرفها على دارهم، تغدات معاهم. قلت له غادي نمشي نغبر واحد الشهر، راني عندي واحد لوبيراسيون ونولي نرجع. مشات سيمانه، رجعات، قلت له الطبيب راه قال لي ما ديريش دابا لوبيراسيون، راه عندك مثلا القلب، دقات القلب ولا لاطونسيون ما مقداش، وهذه حتى تقاد المسائل، غادي ترجعي للقيتها الفلانيه. رجعت لعندو، كرا دار في السعيديه، مشاو باتو تما، الخمر والغبره مجموعه تاع الامور. في الصباح كيفاق، لقى السيده ميته. السيد مشى تحكم ابتدائيا 25 سنه، والتقرير الطبي تعطل، والمحامي ما عطاش التقرير الطبي. التقرير الطبي خرج بلي فيه سكتة قلبية، وفيها مجموعة تاع الأمور. صدق السيد يعني في وسط جريمة، وهي ماشي جريمة بهذا المعنى هذا، يعني واحد الفاجئة اللي كانت دارت يعني قنبلة بهذا المعنى هذا، قنبلة في المنطقة الشرقية. يعني الإنسان دائما خصو يفكر لقدام، أي خطوة بغي يدير، بغي يسهر ولا يفسد ولا الله يستر ولا يفكر في هذا الشيء هذا. يعني مشينا مع واحد السيدة وهذه، وكان الصباح أنا ميت ولا يصبح ميت. مشينا نتخاصم مع شي واحد، نفكر العواقب ديال هذيك الخصام، أنا وليه بدافع الإنتقام. دائما دافع الإنتقام يؤدي إلى التهلكة بهذا المعنى، تلقى راسك في الحبس، إما مخسرو ولا دارلو عهد مستديمة ولا قاتلو وحياتك مشات خسارة. هاك هباء منثورة بهذا المعنى. نتمنى الناس تستافد من هذا الموضوع، لأنه يهمنا كاملين، كي نسى كي رجال.
واحد الجريمة، جريمة قتل وقعت في وجدة غريبة وعجيبة. السيد مظلوم بسبب طانقة الحلاقة كما كنقولوا حنايا، مرت هذاك مشات عندي واحد العائلة عمتها ولا طاحت لها طانقة، تما رجعت راكو ديتو لي حلقة ما ديتو لي حلقة، ناض نزاع الاخرى عيط الطلاج لها تكامشو دابزو بيناتهم، وقع هذيك العائلة نتاع اللي داو لها الطانقة شوية شوية صعاب، جاو هجموا عليهم بقاو يدابزو بالحجر، داروا السيد برا في الوسط بغاو بالسيوفة بغاو يضربوه بغاو يديروا هادي، ناض واحد الراجل نتاع وحدة تما رمى حجرة من الفوق غير بغرض انهم باش كيضرب في الارض يتفركتو السيد يتفك وما يقتلوهش. بهذا المعنى الحجرة طاحت فوق الراس تاع السيد مباشرة، طاح تما ميت السيد صدق مباصي، يعني صدق مباصي بهذا المعنى صدق خرج على حياته وخلى الزوجة ديالو عنده وليدات. السيد الاخر عاوتاني توفى عنده الزوجة ديالو باش بسبب نقاش ديال النساء. هاد القضية هادي راه كانت في فيلا الشعوف ولا في مدينة وجدة، راه كانت دارت بوم هادي واحد 3 شهور ولا، يعني كما كنقولوا حنايا وبعض المرات سبب الخلافات كيكون خلافات عائلية. هادو جوج عائلات، هادي بنت عمتها نسات حلاق عندها طانقة كما كنقولوا بالدارجة المغربية، وقع مشكل قال كذا قال راجلي قال هادي طق طرمات حجرة من الفوق جات فوق الراس ديال هذاك جا ميت سير بلاص. بعد المرات كتكون مخاصم غير مع شي واحد كتدفعو يطيح على طرطوار يطيح ميت. صدقت نتايا قاتل السيد قاتل الروح. اذا خوتي خواتاتي الانسان يحاول ما يزربش. السيد اللي قال لي حكاية عاودتها 1000 مرة خويا غير للعبرة، وراح عاودت مجموعة ديال الحكايات اللي عمرنا ما عاودناها، احنا غير للتذكير فقط. وكنشكرك انت المتتبعين ديالنا سي رجيع عبد العزيز، مادام انك عرفت بلي انه حكيناها 100 مرة انت راك متتبع ديالنا، تحياتي خويا كنحييك. غادي نحاولوا نجيبوا جديد ما نجيبوش البيت كما كنقولوا حنايا. اذا اخوتي خواتاتي كنتم في هذا البث المباشر، تحيه طيبه وشكرا على حسن الاستماع والتتبع. تصبحوا على خير حتى غدا ان شاء الله.